يشهد مركب مولاي رشيد للشباب وطفولة ببوزنيقة على مدى 4 أيام تجمعا تدريبيا في كرة القدم لفائدة 60 مشاركا ومشاركة تحت إشراف سفيرة الرياضة الأمريكية اللاعبة لوري فاير والمدرب جاي ميلر ضمن برنامج سوبر يونايتد. قائمة بالعشي وياسر المعزي. اختيار نجمة كرة القدم الأمريكية لوري فير والمدرب جاي ميلر للإشراف على هذا البرنامج يأتي لاعتبارات عديدة، منها بالخصوص فلوري البالغة من عمر 29 سنة فازت مرتين باللقب الأولمبي صحبة المنتخب الأمريكي فضلا عن لقب بطولة العالم، كما أنها تعاقدت مؤخرا صحبة فريق تشيلسي الإنجليزي. إنها أول زيارة لي للمغرب. نشرف على تدريب 60 مشاركا يتمتعون بإمكانية تقنية وبنية جسمانية جيدة. And the girls are fantastic. They're enthusiastic. They're athletic. They. هي علمتنا بزاف الحوايج. كاين اللي ما كانش كاع عارف كاع كيدير حتى جون لي بكرة لباس شي هكا شي تمارين هكا. هذا المعسكر التدريبي سيستمر 4 أيام وقد خص شابات وشبان مدن تارودان خنيفرة مكناس وجدة وزاغورة. Already feel that we are so much alike. أشعر أنني ابن 40 رغم أنني أبلغ سن 70، والفضل في ذلك يرجع إلى الأجواء التي تميز هذا المعسكر التدريبي مع هؤلاء الشباب. عدة فعاليات ساهمت في تفعيل وإنجاح هذه المبادرة التي تهدف إلى العمل على مساعدة الفتيان والشباب على تطوير مهارة في كرة القدم وأيضا اكتشاف أهمية المشاركة في الأنشطة الرياضية. يعني هذا البرنامج تدريب في كرة القدم إمكانية للإدماج بين الناس، وإحنا نتمنى أن الإدماج بين المدربين اللي هم 2، واحد سيدة وواحد رجل الأمريكيين والمغاربة، سوف يكون في فرصة تقوية العلاقة الثانوية بين البلدين. ضيوف هذا البرنامج استمتعوا عن قرب المهارات الفردية لهذه العناصر التي تأمل أن تحقق طموحاتها مستقبلاً.